كده احنا اتفقنا على توزيع المحلات، باقي الاراضي والعقارات. لا ما اتفقناش. ما انا قلت من الاول هاخد المحل الكبير بتاع اخويا الكبير يبقى حاجه كده من ريحته، واخد البيت الكبير ومش عايزه حاجه تاني. ما تاكليني يامه. في ايه الكلام ده؟ بنبلة اعمى اشحال المفتح. المحل انا تعبان وكبرته وشيت فيه، عايزه تخش في عيبك. وانا ايه وانت ايه يا ابن الكلب؟ لا مؤاخذه يا حجاب، وانا ايه وانت ايه يا ابن الجزمه؟ اعداء القطط يا يام. طب ادعي عليك في ساعه صيام يعني تبقى دعوه ام وصايمه تفلقك نصين. خلاص يا عزوز، امك ضربت عينيها في المحل. كلام ايه ده يا خال؟ هي ولي من الاولاد غير الصالحين. استعوذ ربنا فيه وشوف لك محل تاني. البيت ده انا هكتبه الحبيبه. حبيبه بوب. هيفضل مفتوح طول العمر. عزوز قمر خير، افتح محل لفرج حامل حمى. عمي وعمي معلمين مصر، عايز الكبير اللي مالوش كبير، واللي عايز يعاركني يعاركني. بعد اذنك يا معلم، حط نصيب فرج فوق نصيبي احسن الفلوس تفرعنه، وانا العبايتين السود ضيقتهم ونفسي البسهم. اللي اقوله يمشي. ادي جامد يا سيدي المعلمين عشان جامد ما خدش. يكفيك شر الجربوع لما يشبع بعد جوع. فيه اكتب نص عمارة اسكندريه لمها بنت حظ. عايزه حاجه تانيه بقى؟ قولي له عاوزه محل وبضاعه. لا يا امه، مش هقول له عايزه محل وبضاعه. ربنا يخليك ليا يا خال. افتكر المثل اللي بيقول اكفي القدر على فمها يطلع البنت لامها، ده ما يمشيش معاك يا حظ. ما طيبه طلع لابوها. ابوها لما تاب مش ايام الخراب، ولابوها لما خاب. ربنا يهدينا كلنا يا زكريا. وانت يا حجاب مش عايز حاجه؟ انت ليك برضه في زياده الماليه دي؟ عاوز الصحه والستر. تعرف تكتبهم لي؟ كنت كتبتهم لروحي يا حجاب. المهم كله تمام كده. الفلوس اللي في البنوك بعد ما تدفنوني قسموها. ليه؟ ما انا اقسم دلوقتي حالا. انا فرقت كل مالي واملاكي عليكم على حياه عيني، وزي ما قلت لكم الفلوس اللي في البنوك عزوز يبقى ياخدها ويقسمها عليكم بشرع ربنا. ايه؟ عزوز والشرع؟ طب تمشي ازاي دي بقى يا حاج؟ ده عزوز ذمته يرمح فيها الخيل صبح وليل لحد ما يتقد الحيل. يب اشق هدومي. وهدومك هدومك حلوه دي، وعباياتك الفخمه دي، وحتت القماش الحلوه اللي عندك دي كلها طبعا هيبقوا من نصيبي، مش كده؟ يا كرم طمعان حتى في الهدمه اللي ستراني. ماشي باخد كل حاجه اكتب لها هنا. لا لا انا هاخد هدومك عشان هتمنظر بيها على الناس. وكمان اي حاجه من ريحتك على طول معايا. انا هاخد فيلا العجل والعربيات النصيب وورد الحنش هاخدها انا. وانا عايز عربيتك يا خالي. وانا هاخد الجمل بمحامي. وانا هاخد في مراسي عليا الطلاق واخد في مراسي عشان مراسي. وانا الموبيليا دي والفازات الحلوه دي انا بحبها هاخدها. شفيق خلصت العود؟ كل حاجه اتكتبت يا معلم. تعال يا عزوز. قمر خير. ايوه اقعد هنا. ما يصحش خير. اقعد على الكرسي. اقعد اقعد. امسك العكاز ده. امسك. كلمة من بعد العزوز. العكاز في ايده. واللي هيشاور بالعكاز عليه يقول امين. مفهوم؟ لو كلامي مش على هوا على حد فيكم يقول
يقول قبل ما امضي. اهو ربنا يخليك لنا يا عزوز. ايه يا بيت؟ حاضر حقوم. مبروك يا كبير. يا خال على هوا مقبولة يام. خلصت الورق يا مت؟ جاهز. الامضى يا معلم. اتفضل خير. امضي وسمي الله. يا جماعه كده خلاص العقود اتوقعت. الله يبارك فيك يا ميت. يا ديب يا زكريا يا ديب، الحق الحق يا ابنك هيعدموه. زهيرة هو زهيرة. ابني فين؟ ابني فين؟ زين فين؟ زين فين؟ طيب في النيابة. ما تقوم ظلوم الحوا قبل ما يهدموه. هدموه. هات هات عارف عارف عارف. تعالي احسبك معايا بعدين. سيبني يا تعالي. زين فين؟ تعالي. هات الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح. وانا قلت للهمه انا خارجه اتفسح. قال لي الهمه انا جاي وراكي. هو انا مكسح؟ ضيعتي ابني يا بنت الحان. يا مين من اللي اشرب من دمك؟ اركبي اركبي. ايه مالكم؟ اتكتمتوا كتبه الكحك من فوق لتحت كده ليه؟ ما تقوموا تشوفوا المصيبة اللي حلت علينا ديت. ده هي فيكوا وفي معرفتكوا. وسعي اسندني يا ابني.